في الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه يوم أمس لمحطة بشتيل الجديدة اتكلم عن الجهود اللي بذلتها الدولة المصرية على مدار سنوات طويلة جدا، ممثلة طبعا في وزارة النقل، في تحسين مستوى الخدمة بهذا القطاع. القطاع ده شهد زي ما كلنا عارفين إهمال على مدار عشرات السنوات الماضية، وأن إنفاق الدولة على قطاع النقل كان ضروري، مش بس لأنه يعني مجرد نقل للركاب أو نقل البضائع، لا ده نقل لعملية تنمية كاملة هتكون في الدولة المصرية، غير الأساسيات اللي هتكون متاحة لنا لمدة عقود طويلة. خلينا نشوف اللي احنا شفناه النهاردة واللي اتعمل ده هو جهد الدولة المصرية وجهد وزارة النقل في ان هي مش تحسن مستوى الخدمة، لا ده هي قطاع كان مهمل على مدى عشرات السنين اللي فاتت وما كانش طرف ابدا مننا ان احنا يعني نقول ايه ان ده ما كانش ممكن يتعمل. يعني ممكن حد يناقش يقول الاثنين تريليون اللي الفريق كامل بيتكلم عليهم كان ممكن يتحطوا في حاجه تانية. كلام مهم نسمعه ونتناقش عليه، لا ما كنتش اقدر لو كنا احنا بنتكلم على ان احنا نجهز بلدنا اولا لخدمه مواطنيها ثم لخدمة الحركة بتاعت دولة عايزة تنمو ل 106 مليون دلوقتي ويمكن أكتر. إزاي هنقدر نعمل ده وإحنا الضروريات والأساسيات القديم كان يعني خرج من الخدمة مش كده يا كامل؟ طبعا. والجديد مش موجود خالص. فكان لابد إن إحنا ننفق الإنفاق الكبير قوي ده اللي ممكن يبقى فيه نقاش كبير قوي على إن يعني هل الوقت كان ممكن يبقى أطول من كده؟